سيادة المستشارة، أهلا بحضرتك على تلفزيون اليوم السابع، أتشرف باسم حضرتك. أهلا بحضرتك يا منهم. عايز أعرف من حضرتك طبيعة اليوم النهاردة والأول مرة صعود المرأة على منصة مجلس الدولة بعد غياب 73 عام منذ إنشاءه 1946. اليوم استقبلتيه إزاي وحضرتك بدأت يومك في أنهي دايرة بالظبط يا فندم؟ تعيينا في مجلس الدولة، فهو الحدث في حد ذاته هو حدث تاريخي بداية. طبعا تنقيح طبعا دورات تدريبية في مركز الرصاص في مجلس الدولة، عمليات مشاركة في مجلس الدولة، وبعد كده طبعا أخذنا كل حاجة تدريبية. والنهاردة طبعا ده كان يوم احنا كنا بنحلم باليوم ده، دي أول مرة في تاريخ مجلس الدولة إن المرأة تطلب من القضاء تجلس على فضل الإمام. فطبعا حدث طبعا جلال، حدث تاريخي كنا بنحلم بيه والحمد لله اتحقق النهارده. احنا حضرتك عارفين ان طبيعه العمل في الجهات القضائيه مختلف عن بعضه، حضرتك كنت مستشار هيئه قضايا الدوله، عايز اعرف من حضرتك ايه الفرق ما بين هيئه قضايا الدوله وما بين مجلس الدوله، وطبيعه الدورات التدريبيه اللي حصلت عليها في الفتره الاخيره خلال الخمس شهور اللي فاتوا دول كانت طبيعتها ايه، وايه اللي قدرتوا تستفادوا منه من خلال الدورات دي لطبيعه شغل مجلس الدوله، سواء في محاكم المفوضين او مفوضين قضاء اداري، مفوضين الاداريه العليا وغيرهم. هو عامة في القضاء الإداري بيكون في طرفين، في الفرد والدولة، الطرفين بيكونوا متقاربين. فأنا في قضايا الدولة سابقا أمثل الجهة الإدارية، الأمر مختلف في مجلس الدولة إن أنا بكون طرف محايد ما بين طرفي الخصومات، إن أنا كنت بمثل المدعي أو بمثل المدعي، أنا طرف محايد بطلع على ملف الدعوى. أنا حاليا في الدايرة الثانية عليا في مفوضي الدولة، فأنا بطلع على الطعام، بشوف المستندات الموجودة فيه، وطبعا بقوم بالفصل فيه وبعد التقرير القانوني في ضوء المستندات الموجودة في الملف طرف محايد ما بين طرفي الدعوة. ده الفرق ما بين مجلس الدولة وما بين هيئة قضايا الدولة. طبعا الفترة الأخيرة طبعا يعني سياده المستشار محمد بيه حسين اللي توصيت كتير ان احنا يكون الدورات التدريبيه الخاصه بينا مختلفه، يمكن اول مره في مجلس الدوله في دورات تدريبيه بالشكل ده. بقى لنا شهور تقريبا من اول تعيننا احنا بنتاخر من الدورات التدريبيه اسبوعين على تشوف مجلس الدوله، حقيقي استفدنا منهم كتير جدا. وطبعا قمنا بزياره اماكن عديده، مثلا قمنا بزياره هيئه الرقابه الماليه، هيئه الرقابه الاداريه كان في تشرفنا بان هم كانوا عندنا هنا في زياره. طبعا طلعنا على جهات كتيره جدا في الدوله سياديه وعلى طبيعه عملها، بحيث ان احنا يكون شخصيه القاضي الاداري شخصيه ملمه بجميع الامور في الدوله، مش بس مجرد ان انا اكون ملمه بالقانون، لا انا لازم يكون عندي يعني ده اللي كان سيد المستشار محمد بيه حسين عايز ان هو يتحقق بالفعل، ان احنا يكون في كل المجالات في الدوله كل الامور عامه يكون على اطلاع بيها وتعامل مباشر بيها. تمام حضرتك، في رسالة معينة حابة توجهها لحد معين، القاضيات اللي لسه الدفعة الجديدة اللي بيتم قبولها حاليا في مجلس الدولة 2021 دول هيبقوا جايين لسه صغيرين، في رسائل معينة لأن حضرتك يعني أول رسالة هتاخدها قاضية يعني هتاخدها لسه حد هتقدم من قاضية بالفعل موجودة في مجلس الدولة، وقد تكون المدة قليلة ولكن في خبرة كتير أنا متأكد إنك حضرتك اكتسبتيها في الفترة اللي فاتت دي، فإيه الرسائل اللي نقدر نوجهها للشباب اللي لسه بيقدموا اللي لسه انتهى المرحلة كانت آخرهم كان يوم الخميس اللي فات؟ وبالفعل فعلا احنا الفترة اللي فاتت يعني أصبحنا عندنا نقول نقدر نقول جزء من الخبرة، طبعا هي لسه الخبرة تكون إن شاء الله أفضل من مرور الوقت بإذن الله. فأنا عايزة أقول لهم إن هم عندهم فرصة كويسة جدا جدا، إن هم حاليا بمجرد تخرجهم عندهم قدرة إن هم يقدموا في جميع الجهات الهيئات القضائية اللي ما كانتش متاحة لينا، كان لينا الفرصه بس ان احنا نقدم في هيئه قضايا الدوله وهيئه النيابه الاداريه، فهم حاليا عندهم فرصه
يعني حقيقي فرصه عظيمه. عايزه اقول لهم انهم يجتهدوا كويس جدا جدا، ان هم ما يكونوش خايفين من اي حاجه، سواء هيعملوا في قضاء الدوله، في النيابه الاداريه، في مجلس الدوله، في النيابه العامه، ان شاء الله هم قد المسؤوليه باذن الله. وان اكيد طبعا لو طلعنا على دور المراه في جميع المجالات في مصر هنلاقي ان المراه يعني حققت فعلا يعني وضع كويس جدا، وكانت جديره فعلا بالثقه في جميع المجالات والمناصب اللي تقلدتها. فانا عايزه اطمنهم واقول لهم ان شاء الله بس يكون عندهم طموح وعندهم هدف ان شاء الله باذن الله يحققوه. بطمنهم ان هم ان شاء الله يتم استقبالهم كل ترحيب في مجلس الدوله، وهيكون في تعاون معاهم سواء من رئاسه مجلس الدوله او مننا احنا كزملاء اقدم منهم. وان شاء الله باذن الله هم كمان يكونوا قد المسؤوليه ونشوف فيهم كل يوم باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك على تلفزيون يوم السابع. شكرا فندم.